والكلام اللي موجود يا شباب، والكلام اللي موجود في الرايت ماشي برضه هو اللي موجود في الليفت. هنا برضه هنلاقي البرونكس، وهنلاقي برضه هنا في عندنا اورده، وهنلاقي في شريان. طبعا انت هتلاحظ معايا انه الفينز هتلاحظ ان هي ملونه باللون الاحمر، وانه الارتري او الشريان هتلاحظ ان هو ملون باللون الازرق. طبعا لو انت يعني مركز شويه هتعرف انه الفينز دايما والارتريز او الجريت فيزلز بتاعت اللانجز دايما بنقلبها، دايما بنعكسها، زي بالظبط كده اللي هي الفيزلز بتاعت الامبيليكال كورد او الحبل السوري. لو انت ذاكرت معايا الامبريولوجي هتعرف دايما انه في الحتتين دول، في البلمونري فيزلز او في الامبيليكال فيزلز، يبقى في الفيزلز بتاعت اللانجز او في الفيزلز بتاعت الحبل السوري، في الحالتين دول انت بتعكس. يعني دايما الوريد تلاقيه ده حامل دم مؤكسج، والشريان حامل دم غير مؤكسج. لان الفكره كلها، وانت اكيد برضه فاهم يعني الفكره كلها جايه منين، انه يعني القلب بيبدا ان هو يضخ دم يعني غير مؤكسج في البلمونري ارتري، وبعدين بيبدا ان هو يروح ناحيه الايه اللانجس، ويوصل طبعا لكلي الالفيولاي ومش عارف ايه، ويحصل الايه التبادل الايه الغازي، وبعدين يدينا دم مؤكسج. خلاص كده الدم المؤكسج بيبدا ان هو يرجع هنا من خلال الايه البلمونري فينز. طيب البلمونري فينز اسمها فينز ليه؟ لان هي بترجع الدم للقلب، لان هي بترجع الدم للقلب. طب ده اسمه بلمونري ارتري لانه بياخد الدم من القلب يوديه للانجات، فعشان كده سميناهم ارتري وفينز. فاحنا سميناهم ارتري وفينز بناء على اتجاه وحركه الدم فيهم، ماشي، مش بناء على المحتوى او الكونتنت الموجود فيه. خلاص كده. طيب انما بناء على المحتوى هنجد هنا الفينز ديت، الاربعه فينز دول بيحتووا على دم مؤكسج، لانه جايبين دم فيه اكسجين جاي من عند الايه اللانجات او الرئتين ومرجعينه للايه للقلب. خلاص كده. ويمكن ده بس يعني يمكن ده مش موضوعنا دلوقتي في الاناتومي، يعني في الايه في المرحله دي، يمكن ده بيتشرح اكتر في الكارديو لما نيجي ان شاء الله، وهتلاقيه مشروح في الكارديو غالبا، هتلاقينا نهيله في الايه في فيديوهات الكارديولوجي. لكن عامه خلينا دلوقتي في الجزء الريسبيراتوري. انا يلزمني ايه في الريسبيراتوري؟ انا يلزمني اول حاجه انك تبقى عارف انه البلمونري فينز تبقى لونها احمر، البلمونري ارتري لونه ازرق في الاطالس يعني، البرونكس اللي هو بتاع الهواء موجود برده عندنا. انا وظيفتي بقى اجي هنا عند الهايلم هنا في الحته دي بالظبط كده، واعرف اي في ستراكشر داخل هنا في الحته دي، في مثلا في برونكاس داخله هنا، في عندنا بالمونري ارتري داخل، في اتنين بالمونري فينز طالعين، واجي هنا نفس الكلام برضو ماشي، في عندنا بالمونري ارتري داخل، في اتنين بالمونري فينز داخلين، في برونكاس داخله. ده الكلام سهل، سهل جدا. خلاص كده. طيب تعال نشوف الكلام ده. هبدا اجيب الايه، هشيل بقى الايه الفيزلز الكبيره دي وهسيب اللانجات بس، ماشي، هنسيب الايه، هيبقى هشيل الايه الفيزلز دي واسيب اللانجات. ازاي يعني؟ هوريك صوره. يعني هنسيب بس المواضع او الحتت اللي دخلت منها الايه البلمونري اردري والبلمونري فينز والبرونكا عشان نفهم نجيب صوره احسن. ادي المنظر بتاع الايه اللانجات زي ما احنا شايفين. خلاص كده. ده طبعا الايه السيرفيس اللي هو اللي جوه، الميديا ستاينال سيرفيس، بدليل ان ده ومشار عليه هو ده الكوستال سيرفيس اللي بيبقى ناحيه بره. خلاص كده. وده الايه البيز او اللي هو الدايفراجماتيك سيرفيس اللي بيبقى ناحيه الايه الدايفرام. خلاص كده. وده زي ما هو كاتب، هو كاتب الميديا ستاينال سيرفيس. خلاص كده. طيب البوردر ده هو الانتيرو بوردر، ماشي، والبوردر ده هنا وهنا هو البوستيرو بوردر. كان اللانجتين دول كانوا نايمين واحنا فصلناهم، كانوا كانهم ايه فوله واتقسمت ايه نصين. كانوا طبعا هم كانوا هنا، كان بيبقى القلب هنا، واللانج بتبقى داخله على القلب من الناحيه دي، واللانج دي بتبقى داخله على القلب من ايه من الناحيه الثانيه. الفكره ان انا قسمت الفوله دي نصين عشان اقدر اتفرج على المواضع بتاعه دخول الايه الشرايين والاورده وكده. لما نيجي نبص مثلا هنا نفس الكلام اللي بنشوفه هنا، حاطط الثلاثه ستراكشرز، نفس الكلام اللي موجود هنا موجود هنا. الهايلام بتاع اللانجز سواء كان الرايت او الليفت لانجز بيخش فيه ايه؟ تقول لي والله بيخش فيه البرونكس، بيخش فيه البلمونري ارتري، بيطلع منه البلمونري فينز. وهتلاحظ ان البلمونري فينز لونها احمر مؤكسج، دم مؤكسج، جايبه دم مؤكسج. خلاص كده. برده ممكن تشوف صوره حلوه قوي للموضوع ده. نجيب دي الاول، دي كانت المفروض تيجي الاول. ايوه صح كده. ادي البرونكس اهي. خلاص كده. برونكس ناحيه الرايت، برونكس ناحيه الليفت. وهنا ادي البلمونري فينز، وطبعا واضح ان اتجاه الدم ايه رايح، دم غير مؤكسج رايح للايه، اسف دي البلمونري ارتري، دم غير مؤكسج رايح للبلمونري ارتري، رايح للايه لللانجات، وبعدين يرجع ببلمونري فينز، دم الايه الدم المؤكسج. خلاص كده. نفس الكلام اللي هنا هو اللي موجود ايه هنا. يبقى الجزء ده بنسميه الروت اوف ذا لانج او الهايلم. ناخد البيانات بتاعتنا بقى، ماشي. في عندنا هنا ادي البرونكاي الرايت مين برونكس، والليفت مين برونكس. هنا في عندنا دي بولمونري ارتري، دي بولمونري فينز. نكمل كلام الفيديو الجاي.